طيب بالله من بكره ان شاء الله حضر التجول من الساعه 6 ستة مساء من ستة صباح ان شاء الله ربي يستر يا رب. توكل على الله يا شيخ. تنصح الناس هيك كيف يلزم بيوتهم؟ والله ودنا ان الناس كلها تلزم بيوتها لان الوضع فعلا خطير وفعلا سيء لبعض الدرجه. ان شاء الله ربي يهدي العباد كلها ويحافظ على عائلاتها وعلى صحيح. ربي يهدي العباد وان شاء الله ديما ليبيا امنه وربي يبعد علينا الامراض والاوبئه. ونطلب من الشعب الليبي كله يحافظ ويلتزموا بالتعليمات والارشادات من الدكاتره والاطباء، وان شاء الله ربي يلطف بالعباد وان شاء الله يحفظ كل المسلمين يا رب. سادي نهارك طيب. بالله حضرتك جاي من 6 العشيه ل 6 الصبح. ربي يسهل لك ان شاء الله.